الأيكولاليا. الأيكولاليا ده مرض بيصيب الأطفال بسبب بعض اللعب زي الصبارة الراقصة، اللي هي اللعبة اللي دمها خفيف دي، اللي انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، أو القطة اللي هي بتردد الكلام. لو احنا فاكرين برضو قبل الصبارة الراقصة في القطة اللي بتردد الكلام من وراك. الأيكولاليا هو المرض اللي ممكن يصيب الأطفال في سن معين، بيرددوا في الكلام اللي انت بتقوله أو آخر كلمة انت بتقولها. مرض بيحتاج إلى علاج. الفترة الأخيرة شفنا ترند على السوشيال ميديا، كان في إقبال كبير جدا على شراء لعبة الصبارة الراقصة. الصبارة الراقصة دي هتظهر معانا أكيد صورتها، يعني زي ما انتوا معروفة مصنوعة كده من القماش والقطن، بتسجل وتكرر الكلام اللي انت بتقوله. لكن كان في تعبيرات شديدة جدا بسبب اللعبة دي وغيرها من الألعاب اللي بتردد الكلام، وحصل بقى على السوشيال ميديا شد وجذب على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع صور وتعليقات مضحكة. يا جماعة دمها خفيف، مرض إيه اللي هتجيبه للأطفال؟ بالعكس دي هتعلمهم إن هم يتكلموا. البعض التاني يقول لأ ده في خطورة، حتى لو يعني لو فكرنا إن هي لعبة دمها خفيف وبتسلي كل حاجة، ولكن قطرها ممكن يصيب الأطفال بالتوحد وبالمرض اللي أنا كنت لسه بتكلم عليه، الأيكولاليا ده. فخلينا بقى نعرف أضرارها، وخلينا نعرف هل بالفعل ممكن تصيب الأطفال بالتوحد؟ هل بالفعل مرض الأيكولاليا ده ناتج عن الصبارة الراقصة دي أو غيره من الألعاب اللي بتكرر الكلام؟ دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير استاذ خلود، اهلا وسهلا. الصبارة الراقصة اللي عامله لنا مشاكل، يعني كان في شد وجذب على السوشيال ميديا بسبب اللعبة دي، هل فعلا مرض الأيكولاليا يعني ممكن يصيب الأطفال بسبب لعبة الصبارة دي اللي بتكرر الكلام أو القطة اللي بتكرر الكلام وما إلى ذلك؟ بص يا فندم، خلينا واقعيين شوية. وأنا النهارده الطفل لما بيتعلق بلعبة والأهل بينزلوا يشتروها تحت الضغوط بتاعته، هو هيلعب بيها ساعة ساعتين يوم يومين وبعد كده هيرميها. يعني الطفل مش هيقعد قدامها 24 ساعة يوميا لمدة شهرين عشان ياخد منها اضطراب في اللغة بتاعته أو يبدأ يقلد الحروف بتاعتها فتعمل له الأيكولاليا. يعني احنا برضو لازم نبقى واقعيين شوية بالتعامل. لا يا دكتور، بس انت عندك الأطفال من سن 1 لـ3 سنين بيتعلقوا باللعب دي، وعن تجربة، والله عن تجربة، بيقعدوا أكتر من 2 أو 3 ساعات يحبوا يقعدوا يكرروا الكلام. كويس، يعني في طبعا جزء من الأطفال هيخافوا منها وهيتركوها. الجزء اللي هيتعلق بيها مش هيقعد قدامها 24 ساعة وبعدين مش مفيش بابا وماما يتكلموا معاه، مفيش حد في من الجيران هيتكلم معاه. ما هو الطفل وليد التقليد، يعني هو هيقلد الحروف بتاعتها. لو احنا بنصلح أول بأول الموضوع ما فيش منه خوف. يعني انا بس عايز الناس تقلق، يعني السوشيال ميديا دي طبعا انت عارف اندفاعيه، انفعاليه لحظيه، تطلع يومين ثلاثه وبعدين ندور على حاجه تاني. فالحته الطبيه دي انا بلقى كلام غريب، يعني يقول لك ايه اصل الطفل يصاب بالتوحد. يا اخوانا التوحد ده مرض جيني، يعني الطفل ده مولود بالجينات بتاعت التوحد. وبعدين المرض التوحد بيبدا لازم هيظهر من سن سنه لسنه ونص، يعني هيكون الطفل لسه ما لعبش بالصباره الراقصه. حتة ان احنا نقول امراض معينة، الامراض دي كل دي تغيرات كيماوية داخل المخ ما بتحصلش الا لو كان في جين الوراثي موجود، بالتالي حتة الاكواير فيها هتبقى قليلة او شبه نادرة. احنا ما نرعبش الناس من حاجة. انا شايف ان هي الموضوع يعني ابسط كتير جدا من احنا نتكلم فيه بتخويف للناس. هي مجرد لعبة مسلية جت في ظروف معينه، ان احنا كلنا طالعين ما بعد الكورونا، وان كانت الموجه الرابعه ابتدت ترجع، فكله مضغوط نفسيا، كله متضايق بيدور على يعني أي شايف ان في مبالغه يعني يا دكتور، وانه الايكولاليا ده مش هتيجي. طبعا الايكولاليا زي ما اوضحنا انه ده مرض تكرار الكلام عند الاطفال، ملهاش علاقه باللعب اللي بتكرر الكلام، الصباره والقطه وما الى ذلك. في ناس تقول لك، يعني في دراسات تقول لك لا على فكره ده بتساعد الولاد ان هم يتكلموا، والناس تقول لك لا ما هو تكرار الكلام ده، انك تعلم الطفل يكرر الكلام ورا لعبه ده مش حلو، ده ممكن يصيبه مشاكل. يا فندم الطفل وليد التقليد احنا ما اختلفناش، ولكن هو هيقعد قدامها قد ايه؟ انا بقول لك انا اتحدى لو الطفل قعد يومين ثلاثه وبعد كده هيزهق هيدور على لعبه ثانيه هيمسكها يكسرها. احنا بنسمع كلام، يعني انا اسف، يعني حد بيكلمني يقول لي اصلا بتعمل ادمان كوكايين.
يعني بتعمل ادمان كوكايين. والله يا دكتور بيقولوا في بولندا قالت كوكايين، يا سلام، هي بولندا بتنطق غير اللي بتنطق في مصر غير اللي بتنطق في انجلترا. لا لا لا، دي لا، ده حاجه غريبه انا ما سمعتهاش دي الصراحه. يعني بالله زميله صحفيه بتقول ايه، اصل بيقولوا انها بتعمل ادمان كوكايين، ايه الكلام ده يا اخوانا؟ السوشيال ميديا دي مجرد فرقعات هوائيه بتستمر 48 ساعه 72 ساعه، يوم ما نقول ترند بعد كده بتختفي. و99.9 من اللي بيتكلموا على السوشيال ميديا غير متخصصين في اي شيء، هم بيتكلموا في كل التخصصات من السياسه للرياضه للطب للهندسه للعماره للاعلام، كل حاجه بيتكلموا فيها هم غير متخصصين في اي شيء. طب نرجع بقى للايكولاليا، يعني ايكولاليا دي بتيجي بسبب ايه؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل للطفل اللي ممكن يصيبه بمرض تكرار الكلام؟ تمام، بص يا فندم، دي اصابه عضويه في الصدر الجانبي من المخ، تمبرال لوب، في اريا اسمها اريا 41 مسؤوله عن الكلام. النهارده الطفل ده اما بيتعرض اثناء الولاده لاي اصابه عضويه، يا اما جين من الاول من الاب والام عندهم مشكله في الكلام فبيورث للطفل، يا اما الطفل تعرض لاي ضغوط في سن 3 سنين. لو هو الاول اتكلم بصوره سويه كان طبيعي جدا ومخ سليم، اتعرض لاي ضغط نفسي، محاوله تحرش، حد ضربه، بابا وماما زعقوا مع بعض بصوت عالي، بابا وماما ضربوا. انا بحب الكلام ده يعني نكرره، معلش يا دكتور، الضرب ممكن يعمل مشاكل عند الاطفال عضويه ويتاثر عليه ويتاثر على مخه. يعني نعيد بس نكرر بس يا دكتور معلش. النهارده الطفل اتعرض للضرب او للشتيمه او للزعاق الجامد، او بابا وماما اتخانقوا مع بعض بصوت عالي وهو موجود، بابا وماما تمادوا على بعض ماديا بايديهم وهو موجود، المدرس برق له جامد، حد خوفه جامد، هنا بيبدا الطفل يحصل الايكولاليا ويبدا يكرر في الكلام بتاعه. لازم من الاول، في حاجه اسمها برايمري، في حاجه اسمها سكندري، في اوليه، انا مولود بيها، انا بادئ بيها من الاول، هنا بدور على الناحيه الجينيه ولا ايه والاصابه العضويه. في واحده مكتسبه ثانويه، لا دي هو كان كويس وكان طبيعي والولد بيعمل كل حاجه، فجاه لانها بيكرر، وده الغالبيه اللي بنشوفه، ده اتعرض لضغوط نفسيه مشكله ما فابتدت تظهر معاه هذا الاضطراب او العيوب في النطق. يبقى هنا ده انا مجرد ما بحتويه باخده في حضني بكلمه بطمنه، يعني لو طبعا السن اعلى شويه لقينا فيه سنه اكتئابيه، في سنه توتريه، 99.9% مش هحتاج ادويه، مجرد الدعم النفسي مع دكتور الاخصائيه النفسيه بتقعد معاه بتحاول تساعده مع جلسات نفسيه وتخاطبيه، ولازم نصلح له الكلام، ما نضحكش على الكلام بتاعه. ودي مشكله كبيره جدا، ان ساعات الاسره بيبقى فيها حد مبسوط قوي وبيتكيف قوي من كلام الطفل ويقعد يضحك على الكلمتين دول، الطفل بيعتبر ان ده وسيله تواصل معاهم، فبالتالي بيكررها مره واثنين وثلاثه. بنقول لهم لا، كل ما بنلقى فيه خطا في النطق عند الطفل لازم نوقفه ونصلح له الخطا في لحظتها عشان ما يتماداش في هذا الخطا. طيب ده بالنسبه للايكولاليا، يمكن حضرتك وضحتها وقلت ان لازم يكون في تدخل سريع لعلاج المشكله دي. هل الاطفال المصابه بهذا المرض بيكون عندهم مشكله في الفهم، مشكله في الاستجابه؟ ايه المشاكل اللي ممكن يتعرضوا ليها؟ هل يعني هل ممكن اثرها تستمر بعد كده؟ حسب هنا، بص يا فندم، ما في برضو اثار هي قد تكون من ضمن الاسباب بتاعه الايكولاليا من الاول اسباب عضويه. فهنا احنا قلنا الاصابه في الصدر الجانبي، لو هو الولد كان فيه فعلا اصابه عضويه ووصلت للصدغ الامامي او الفرونتال لوب او اللي هو الجزء الامامي من المخ، ده المسؤول عن الفهم والتركيز والانتباه. تمام. فهنا ممكن يكون في تاثير. ولكن ممكن التاثير منها هي شخصيا بقى ثانوي ليها هي، لو هي جايه ثانويه نتيجه الاصابه زي ما قلنا النفسيه. هنا ممكن الطفل بيتاثر نفسيا، بيبدا يدخل انطوائيه، ممكن يدخل في اكتئاب شويه، ممكن يبتعد عن الناس، ممكن يحس بالدونيه شويه ان هو اقل من الاخرين نتيجه العيب في النطق اللي عنده. وده بيزيد اكتر كل ما بيزيد في السن. طب دكتور كمال لو سمحت خليك معانا، دكتور ياسمين مطر استشاري امراض التخاطب جامعه دمنهور. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. الصباره الراقصه والقطه اللي بتقلد الكلام وبتكرر الكلام، هل اللعب الالعاب اللي زي دي
تعمل مشاكل نفسية، بتعمل أمراض معينة عند الأطفال في حال إن هم قعدوا قدامها لفترات طويلة؟ بصي، هي لعبة زي أي لعبة، أولا فيها مؤثرات سمعية وبصرية يعني، بس لو طفل عادي ما عندوش أي مشكلة، اللغة عنده مكتملة، التواصل عنده مكتمل، أعتقد اللي هي هتمر مرور الكرام. لا أنا بتكلم هنا عن الايرلي ايج أو سن المراحل المبكرة. هتعمل مشكلة كبيرة جدا، وهي هتفهم الطفل إن التواصل بيتم عن طريق الجستر اللي بتكتب، يعني أنا عايز أتواصل معاك فأنا بقول لك حاجة وأنت هتقول نفس الحاجة. احنا دايما لما نيجي نعلم الطفل الكلام او نيجي ندخل الطفل في جلسات ما بنخلوش يكرر الكلام ورايا، بالعكس بنخليه يرد رد مختلف عن الحاجه اللي انا قلتها. فالصباره دي بتؤكد عنده مفهوم رد الحاجه بنفس الحاجه، بالعكس ده ممكن يرد عليكي بنفس الحاجه بتون تاني زي الصباره. يعني حضرتك شايفه ان هي هتعمل مشكله؟ هتعمل مشكله. بس دكتور جمال قال لي انه الاطفال هيزهقوا منها وان احنا مكبرين الموضوع قوي، وانه مفيش يعني مش هتعمل مرض الايكولاليا ولا هتعمل امراض طالما يعني الطفل ما بيقعدش فيها وقت طويل. فيعني هو معانا سكايب بس هو شايف انه الكلام ده صح. لو هي الكلام ده صح جدا، لو هي لو الطفل مش هيقعد قدامها وقت طويل مش هتاثر فيه باي حاجه، لكن لو هو هيتعلق بيها زي ما بيتعلق بالموبايل والكرتون هتعمله مشاكل ايه بقى يا دكتور؟ هتعمله طبعا مشاكل، يعني هتخليه هتأثر على الانتباه عنده، وهتخلي موضوع اللي هو يكرر الكلام ده الثابت، يعني ده الطريقة الثابتة عنده في التعبير عن أي حاجة. تمام، ده كلام مهم جدا، هتأثر على الانتباه. ممكن كمان لما يجي يتكلم، لو طفل مثلا عنده مشاكل في مهارات التقليد أو عنده سمات توحد، ممكن لما يجي يتكلم يبتدي يعمل حركات بجسمه وهو بيتكلم زيها، وهيقلد كمان يعني هيقلد كمان الحركة اللي معروف جدا عن اطفال سمات التوحد، ان احنا ما بنعملش قدامهم اي حاجه ممكن هم يقلدوها، اي حاجه حركيه. يعني هي خطيره على الاطفال اللي عندهم توحد ولا على الاطفال بشكل عام؟ لا بشكل عام، لا بشكل عام لعبه هتكون لعبه عاديه جدا طبعا. تمام، يعني على هي لعبه خطيره على الاطفال عندهم مشاكل في التواصل. طيب بالضبط. خليكي معانا يا دكتور ياسمين، نروح لدكتور جمال فرويز. دكتور جمال برحب بحضرتك مره ثانيه معايا. دكتور طبعا ياسمين حضرتك اكيد سمعت المداخله بتاعتها، قالت انه لا اللعبه دي هتعمل مشاكل للاطفال اللي عندهم مشاكل في التواصل. يا فندم هو طفل عنده توحد؟ ما برضه خلينا يعني انا راجل طبيب نفسي بتعامل كل يوم مع اطفال يعني بكم كبير. النهارده الطفل اللي عنده توحد هو لو جبت له اللعبه دي وهي مش هتيجي على الدماغ ان هو يلعب بيها ولا يروح ناحيتها. ما احنا يعني في يعني برضه انا عندي مريض توحد وعندي مريض سمات توحديه من اللي هو بيجيلي ده هيلعب بيها والله هي ساعه ساعتين وهيرميها. انا يعني انا ما بحبش المبالغه دائما في الحاجات، ليه؟ ان الامراض دي حاجات اوريدي جينيه جايه لي من الاول. لا يا دكتور ياسمين قصدها انه الاطفال اللي عندهم مشاكل في التواصل، عندهم توحد او مشاكل معينه، خطر عليهم اللعبه دي لانه هي هتعلمهم بعض الحاجات اللي مش مظبوطه، زي ان هم يقلدوا الحركه بتاعه الجسم او ان هم يكرروا الكلام او انها تعمل مشاكل في الانتباه. ده بالنسبه للاطفال اللي عندها مشاكل. كلام صح 100%، بس ده للطفل اللي عنده مشاكل اوريدي في التواصل وعنده مشاكل مرضيه من الاول. ده كم واحد؟ احنا برضه مش عايزين نرعب الناس. انا ما بحبش اخوف الناس ليه؟ ان انا بتكلم على العموم، على العموم الطفل التوي السليم اللي بيلعب باللعبه دي ولا اي حاجه، ده اهله هم اللي بيلعبوا بيها وهم اللي وابوه هو اللي قاعد يلعب بيها وهو اللي ابوه عمال يضحك عليها وبيعمل عمليه تعويض وخلاص واحنا سكتنا. لكن الطفل اللي عنده ظروف اساسا اوريدي من الاول مشاكل نفسيه او مشاكل في التواصل هو ممكن ما يقدمش عليها من الاول. طب دكتور يخدم عليها ويقعد لازق فيها. دكتور ياسمين انا سامعاكي، بس ايه رايك في الكلام اللي انا قلته؟ تمام. ان فعلا لو هو الطفل لو قعد قدامها ساعه ساعتين دي مش هتاثر فيه، مجرد حاجه هتعدي مرور الكرام. لكن لو الطفل تمسك بيها جدا وبقت شدت انتباهه قوي وحب قوي الصوت بتاعها، احنا عارفين الاطفال اللي عندهم مشاكل في التواصل زي سمات التوحد بيحبوا قوي التون بتاع الكرتون والحاجات دي، وهي فعلا بتعمل تون بيجذب الكبار. طب دكتور ياسمين حضرتك استشاري امراض تخاطب، هل جالك حالات تاثرت بسبب اللعب من هذا النوع؟ هل جالك مشاكل او لكن الصباره لسه ما شفناش حاجه من الصباره. لا ما هي الصباره نفس القطه نفس اللعبه اللي بتكرر الكلام. هي نفس الحاجه. بالظبط حضرتك جالك مشاكل بسبب الالعاب اللي بتكرر الكلام؟
كتير جدا كتير جدا. لانه دكتور جمال بيقول ان الاطفال هتزهق منها وانه مش هيحصل يعني مش هيحصل مشاكل يعني كبيره قوي للدرجات دي. بالظبط الاطفال اللي هتزهق منها خلاص ما مش هتاثر بيها لان هي ما تعرضتش ليها ان هي تلعب بيها بشكل بس كبير. حضرتك جالك مشاكل وحالات كبيره جدا يبقى ده معناه انها بتاثر. ايوه زي كان في ابلكيشن بتاع القطه اللي برضه ما هو القطه دي انا عارفاها دي جالي منها كتير جدا. جالك حضرتك جالك مشاكل، مشاكل بقى من اي نوع بسبب الالعاب اللي بتكرر الكلام؟ ان هما كانوا بيتكلموا كويس وبقت طريقتهم اتغيرت في الكلام بعد ما الابلكيشن ده بقى يقعدوا عليه طول الوقت لدرجه ان مامته وهي بتكلمه يحب يحط صوت القطه عند صوت مامته وبعد كده يسمع القطه بتقول ايه بدل مامته، يعني بقى يحب يسمع الصوت ده عن اي صوت تاني. يعني كان عندي ولد كده. دكتور جمال يعني ده كلام خطير جدا واحنا معانا دكتور ياسمين وحضرتها يعني استشاري امراض تخاطب وجالها حالات كتيره جدا زي ما هي بتقول الولد استغنى عن صوره مامته او حتى صوره القطه وبدا متعلق بيها 24 ساعه ومش قادر يستغنى عنها ويعني دكتور ياسمين بتقول حالات كتيره يبقى ده معناه ان في تعلق، في تعلق تعلق يا فندم. بس دول اساسا عندهم مشاكل، يعني دول اساسا عندهم مشاكل. التعلق ده يا استاذه مش جاي لوحده، يعني هذا التعلق ده جاي نتيجه اضطراب اساسي، يعني مش هيكون الطفل ده سوي 100% ولما لعب اللعبه دي هو هيحصل له الاضطراب. يا فندم ما انا عندي اطفال عندهم توحد بيقعدوا قدام ثواني يا دكتور ياسمين هو فعلا اصل الكلام ده صح، احنا بنتكلم على الاطفال اللي عندها مشاكل لكن الاطفال الطبيعيه مشاكل يعني كلام الدكتور صح. احنا متفقين مع الدكتوره 100% الاطفال اللي عندها مشاكل هي اللي هيحصل لها مشكله، لازم الطفل يسوي ولا اي حاجه. يبقى احنا لازم نخلي بالنا يا دكتور جمال ما ناخدش يعني حضرتك قلت لي احنا ما نقلقش بس لا أيوة من الواضح ان احنا لازم نقلق. الاطفال اللي عندها مشاكل دي يا فندم اهاليها عارفه ان دول عندهم مشكله وهتلاقي في طبيب متابع وفي اخصائيه نفسيه متابعه واخصائيه تخاطب متابعه بتقول له لا ده ممنوع وكذا وممنوع ده كذا. ما انا بقول له لا اوعى خد بالك، يعني لما تجيلي طفله عماله تكلمني بلغه الكرتون، طفله بتكلمني بلغه المسلسلات الاجنبيه، وراحت المدرسه ما تتكلمش معاهم غير انجلش باللكنه بالامريكان فويس، البنت ما بتعرفش ترد بالعربي، طب دي هل دي طبيعيه؟ لا ده توحد، هو مرض التوحد اللي عامل كده. طيب دكتور ياسمين علاج مع حضرتك نقلق ولا ما نقلقش؟ لا نقلق 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 على الاطفال اللي عندها مشاكل، نقلق على الاطفال اللي عندها مشاكل، نقلق على الاطفال اللي لسه صغيرين ما اكتملش عندهم اللغه، يعني نبعدها عن الاطفال حديثي الولاده. طبعا طبعا اللي هم يعني الا اذا ممكن نلعبهم لمده 10 دقائق او 15 دقيقه كنوع من انواع اللعب العاديه، لكن تمام. الام ما تسيبش اللعبه قدام الطفل عشان يسمع صوت عياطه وكل ما يتشحتف يسمع صوتها، يعني حضرتك فاهماني زي ما بشوف الفيديوهات اللي نازله اليومين دول. تمام يا دكتور دي كده حاجه خطر جدا يعني. اشكرك انا بشكرك يا دكتور ياسمين. دكتور جمال دكتور ياسمين بتقول احنا لازم نقلق يا فندم، نقلق على الطفل اللي عنده مشكله، الاطفال العاديه ما عنديش مشكله خالص. انا بخبرتي بقول لك اغلب ال 99.9% من الاطفال هتلعب بيها نص ساعه ساعه وهتنام والاب والام هم اللي هيلعبوا بيها. الطبيعي لما يكون في طفل فيه مشكله مرضيه ما بدروش اي لعبه من اي نوع، مش شرط الصباره ولا افلام الكرتون او القطه الناطقه او اي شيء. الحاجه اللي بتزيد عن حدها بتنقلب ضد الشخص، فالاطفال فعلا لازم نخلي بالنا بالذات المراحل العمريه اللي هي سنه سنتين ثلاث سنين، مش ما نسيبهمش قدام التلفزيون يكتسبوا حاجات خاطئه يتعلموا حتى كلام غلط او حتى لعب زي اللعب دي، يعني بلاش بلاش عشان بس نخلي بالنا هي مجرد تسليه نهزر نضحك 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه بس، بلاش الاطفال يقعدوا لوحدهم كده لاكبر قدر من الوقت. دكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي شكرا لحضرتك، ودكتور ياسمين مطر شكرا ليكي على وجودك معنا.